أما إذا كان عدوك هو نفسك مشكلة
الأنبياء على أن النفس البشرية في طبعها ميالة إلى عدم الالتزام، وكما تقول الحكمة كل ممنوع مرغوب. يعني شوف آدم عليه السلام لما منع عن الشجرة وسمح له أن دونها كل ما في الجنة لك إلا تلك الشجرة، وصارت نفسه تحدثه أنه إيش؟ لا تريد تلك الشجرة، وهي إيش؟ عبارة عن اختبار بسيط. الكثير من الحياة يا إخوة فيها أمور لو أنها سمحت ما ارتكبها الإنسان. الإنسان بطبعه يحب كل شيء مجهول بالنسبة إليه حتى يروى عن رجل صالح له، يروى عن أحد الصالحين أنه كان له تلميذا، وهذا التلميذ أصر أن يعلمه هذا الشيخ سرا يسمى سر اسم الله الأعظم، إذا دعي الله به أجاب. في دعاء معين يكشف عن الإنسان فيصبح دعاءه مستجابا. فألح هذا التلميذ أن يكشف له شيخه ذلك السر، والشيخ طبعا يحاول مدافعته فيأبى الرجل. فطلب منه هذا القصة فيها عبرة لما وراءها، يعني ايش تؤخذ القصة اللي تغادريها فقط. قال له الشيخ ماشي أعطيك سر اسم الله الأعظم شر، خذ هذا الصندوق اغلق لا تفتحه، واذهب إلى بغداد. هذا الشيخ كان في مصر، اذهب إلى بغداد ستجد في الجامع الكبير في بغداد رجلا اسأل عنه وأعطه ذلك الصندوق دون أن تفتحه ثم ارجع إليه. ذهب هذا الغلام وهو يكاد يقل فرحا لأنه بده يحصل عليه على اسم الله الأعظم، وفي وسط الطريق جاءته النفس خلاص شو تقول له نفسه تفتح مش شاكر الشيخ ولا هذا بيحمل شيء مش عارفه زي اللي حامل مكتوب قطع راسه افتح القي نظره سكر لا من شاف ولا من دري. أول مرة طبعا طرد هذا الوسواس، المرة الثانية ثالثة الناس على فكرة لا تمل، الناس بالضبط الشيطان، بل حتى في ورد في الأثر إن النفس أخبث من سمعها شيطانا. الشيطان مرات يسأل لنفسه بتسأل الشيطان، قال وراك تجيب قرار. فلما
بضيع الأمانة انقلب النساء الأمانة في الدين. شو هي؟ شريعة الله سبحانه وتعالى. الشريعة كل شيء في الكون إذا جعلت ميزانه شريعة الله لن تخيب بإذنك. الله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين بجملة أوصافه، قالوا إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الآن الأمة المختلفة هذه التي تعش وتهش وهش وهش وقتل ومعارك وسفك إيمان، لو عادوا حقيقة إلى شرع الله لبان البخت النصر. لو قلبوا ميزان الشرع على ميزان الهوى اختلفوا، لأن الشرع شأن توحيد الأمة. الدين جاء ليوحد لا ليفرق. وأنا قلت مرة جملة معروفة لكن أذكركم فيها أيها الإخوة في هذا الزمان. افتح قاموس اللغة العربية لسان العرب حوالي 40 مجلد دائما الموضوع، افتح حتى أعطيك ميزان كيف تجد الحق في زمن اختلط فيه الحق مع الباطل. افتح لغة العرب كلها، كل مفردة في لغة العرب فيها خير، فيها وحدة، فيها محبة، هذا هو الدين. كل مفردة، كل كلمة في لغة العرب فيها قتل وسفك دم وفيها تفرقة وفيها انتقام وفيها عنف، ليست من الدين. كل شيء جميل في هذا الكون جاء به الدين، جاء به الشريعة. كل شيء قبيح في هذا الكون جاء به الشيطان والنفس والهوى. لذلك تغليب الشريعة على الهوى هو المنجاة. يعني حتى أبسط المسألة، نفرض أنا بحب كاش أو بحب كاش، نفسي وهواي أخبرني أن ألجا في سمعتي، يعني أغتاب وأنعم عليه شيء، هي نفس بدها. إذا جاء ميزان الشرع بحكي مع نفسي شو بقول لها؟ يا نفسي اتق الله. ولو بحبوش، صح بحبوش، على فكرة مش شرط تحب كل الناس بميزان واحد، إنسان يحب ويكره. لكن إذا كرهت أو أبغضت إنسانا لا تظلمه، أنصف الرجل، لا تغتابه، لا تؤذيه. على فكرة اللي بيمنعني أنه يكون ملاك على وجه الأرض وظالم، ما في ملاك، ما في مثالية في الإسلام، لا. حتى الصحابة حصل بينهم فتن ومشاكل، يبقوا خيرة الناس يعني، أين هم؟ نحن وأين هم أصلاً؟ رغم ذلك لا يجوز أن تحقر أحداً أو أن تظلم أحداً أو أن تسفك دم أحد وأنت مغلب مغلب لهواك فيه. سيدنا عمر بن أخذ عشان يأذن أبو سعد لما طعن لم يقل من ساعتين، قعد يومين يومين ليلتين هو ينسف. شو قال على طول؟ قال ايش عليكم به يا مقطوع؟ لا امير المؤمنين قال احجزوه لا تؤذوه، ان انا مت فاقتصوا منه انفسوا بالنفس، وان حييت قد انظر في العفو عنه. يا سلام، شوف لا يمكن